السلام عليكم. السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم على واحد التجربة فتية يعني في الجزائر، لكن كاين أيادي خفية تعمل على عرقلة كل ما هو يعني إيجابي. ونتكلم على قضية صناعة البواخر الفولاذية من نوع المتوسط 14 متر، وهي سكون ابل لي ريموركور. نروح نشوفوا الفيديو الأول اللي يتكلم على هذا البواخر. تم إنشاء القاطرة في إطار الشراكة بين المؤسسة المنتجة وشركة تسيير واستغلال النهائيات البحرية STH، إحدى فروع مجمع سوناتراك. تكشتي هنا كاع الطاقم هنايا جزائريين 100%، اون لي زافورمي، نديرو لهم ريسكالا، زدنا ريكروتينا دو نوفو انجينيور، وشفتي العنصر النسوي راهو معانا ويخدموا، زدنا درنا ثاني شراكه مع اونتربريز بيبليك هي اوريناف. على مستوى المؤسسه تاعنا رانا نخدموا في لا كونستركسيون تاع 3 ريموركور، كاين دوكا رانا في الخدمه تاع بجايه تابع لشركه سوناتراك. احنا في الدومين تاعنا عندنا كفاءات ما شاء الله، احنا نقولوا يعني ما شاء الله. في الجامعه اللي تخرجت بها كاين بليزيور انجينيور راهم يتخرجوا، وراح نشوفوا هنايا فيديو يتكلم على هذا البواخر. ويا هذا البواخر في الحقيقه سي كومون تاع فرع كونستركسيون نافال، سي ديفيرون اللي طلبت تاع كونستركسيون تاع نافال. صافي في الكفاءات كما قلت سيدي روموركور كفاءات يعني ما شاء الله، باسكو انا نقرا في الدومين صحيح انه صعيب. دونك كاين ثلاث بواخر ولا ريشيرش اللي دير عليه قريب نتاع الاشغال منهم، شغل زعما في الجزائر نقول انه عندهم مستوى شغل مقبول، لكن الجزائر تمد بالمعاونه لهذا المشروع وهذه المشاريع في هذا المجال فيها سوف نلتحق بتقدم ملحوظ جدا. لي جون اللي داروا لا كوموند تاع الفرع نتاع مع سوناتراك، وي مع سوناتراك تنصلوا من لا كوموند هذيك، باسكو دابيتود حنايا نجيبوهم امبورتي نديرو امبورتاج روحهم، وهذاك باش تخلص لي تاكس وخلاو الشركه هذه تصنع. باغ كونتخ لو كان يديروا شغل خلاوها كان يديروا مساعده في مشاكل كبيره مساعدة وتكون يد العالم أيضا دارت هذه مدة 2017 في حل الجميع من ماشي جميع البواخر المشاكل سوف تحل، تم انتهاء من الأشغال نتاعهم. استثمار الاقتصاد انواع في مجال الصناعات السفني في الجزائر، مواد محليه وسواعد جزائريه، لكن اذ تشغل المؤسسه حتى رانا في 2021 عامل. لكن هذه من اكثر من عام تواجهها الشركه لو دومين دومون دي براش يعني هي اللي طلبت pour acheter la matière, les fournitures, tout ça. Donc ça demande. vraiment, c'est la réparation en Algérie. مشروع ينتظر الدعم لأنه دعامة من دعائم الاقتصاد الوطني. ما خلصتش يعني الدفوعات لأنها كانت فيها دفوعات. وهنا زين نروح نشوف فيديو آخر كذلك يتكلم على نفس الموضوع. كان فيها البيمون تاع هذه الاشغال تاع الباخرات هذه كان يندار على دفعات، كل ما يكون فيها يعني ان افونسمون في الاشغال كانت الشركه تدفع، ولحقت الان التكاليف تاع التلت بواخر هذه الى 200 مليار سنتي. لكن وانا نشوف ما هرب عليهم الشركات، نصلت الباكمون تاعها وخلات شركة سوناتراك تنصلت الباكمون تاعها، وخلات الشركة هذه تتخبط في مشاكل مالية كبيرة، رغم أن البواخر اللي قريبا نشوفو فيها الباكرة راهي في الماء، نشوفو الحجم تاعها. لكن للأسف المفروض يعني عوض فيها تعزيز التجربة، بتكون فيها المعاونة نتاع الدولة، لأن التجربة راهي فاتية والشركة راهي في بداية المشوار،
بأياد جزائرية ومن طرف المؤسسة العمومية المختلطة لبناء وإصلاح السفن، هذه القطارة الفولادية للبواخر محلية الصناعة الأولى في الجزائر، جاهزة ويتم توجيهها إلى الماء لأجل إجراء التجارب التقنية الأخيرة عليها. باش نحطوا أول باخرة تنصل، وهذا أنا المدير نتاع الشركة. استدارية قاطرة فولادية صنعنا هنا في بوهارو، استوردنا برك التجربة هذه تاع بناء البواخر فولادية. مي سينا ندجم يعني حاجة بريمير بعد الورشات هنا في الجزائر. ويعني هذه القاطرة جاهزة بالإضافة لاثنين آخرين يتم تصميمها بطلب لأحد فروع شركة سونطراك من خلال صفقة مبرمه سنة 2017 لتنطلق الإشغال سنة 2018 ويتم الانتهاء منها وسط صعوبات كبيرة. دونك هذا مشروع بدأناه مضينا عليه 2017 مع شركة السياسة اللي هي فرع لسونطراك. الشركة نعطيو لهم ثلاث قطيرات، هذه الأولى من القطيرات الثلاثة هذوما. رئيس الجمهورية وقال لهم باللي يلزم ديفلوبي ولا كونسيبسيون ولا ريباراسيون. تولي تروح لافايت، حنا رانا هنا كبيرة باش الدولة استثمرت في هذه الورشة هذه أكثر من مليار يعني دينار جزائري. دوك أنا هذا البابور راح نحطه في الماء نكملوا إن شاء الله السلطات المعنية تصيب حل الرقم نتاعهم. ما كانوش شركة سونطراك التي تخلت عنها دون توضيح، الأمر الذي أدخل الشركة العمومية المصنعة في صعوبات مالية يعني وحرم العمال من تقاضي أجورهم منذ شهور. غير منطقي. الشريك تاعنا اللي هو لو كليون أمر غير منطقي. عنده عام ما دارش، ما حبش يخلصنا. ما تنازلش، ما على بالناش نقولوا له خلص على خاطرش حنا على بالك نسمعوا للمدير واش راه يقول. وفيريا مزير نخدموها. فوالا. دونك حنا رانا هنايا رانا 2019 ما زادوش خلصونا، خاطرش كاين بزاف يشكوا في المنتوج الوطني، يقول لك انتم ما تخدموش، منتوج جزائري غالي، منتوج جزائري ماشي مليح، هما وراو باللي المنتوج الجزائري نجمو نديروه. عملية تصنيع هذه القطارات توقفت خلال الثلاثي الثاني من سنة 2019 ومرت بعديد الصعوبات المالية واللوجستية، واليوم عملية تسويقها تتعقد أكثر فأكثر ويتطلب تدخل السلطات العليا في البلاد لإنقاذ هذه المؤسسة العمومية من شبح الإفلاس الذي يهددها منذ شهور عديدة. والله محزن محزن محزن، هذا الامر هذا محزن، والله محزن الامر هذا. احنا في الوقت اللي نريد تطوير يعني الصناعات وتنويع الصناعات نشوف، وهذه هذا دليل قاطع على انه اول انجاز لهذا النوع من القاطرات في افريقيا. فيه السابوطاج إنجاز إلى المؤسسة العمومية المختلطة لبناء وإصلاح السفن إيكوغيب، حيث تم هنا نشوف هنا نروح نشوف المهندسة المؤسسة تاعنا نخدمو في لا كونستركسيون تاع تخوا روماركار كاين الشابة نخدمو في تاع بجاية تابع لشركة سونطراك. احنا في الدومين تاعنا عندنا كفاءات ما شاء الله، احنا نقولوا يعني ما شاء الله. في الجامعه اللي تخرجت بها كاين بليزيور انجينيور راهم يتخرجوا، كيما انايا تخرجت في لا بروبولسيون سيستم دو بروبولسيون، وكاين ثاني اللي تخرجوا في كونسيبسيون وكاين تاع كونستركسيون نافال سي ديفيرون، كاين تاع كونستركسيون تاع كونسيبسيون تاع بروبولسيون نافال. صافي في الكفاءات انا نقول باللي هناك كفاءات يعني ما شاء الله، باسكو انا نقرا في الدومين صحيح انه صعيب باش تتبعوا لي غوشيرش اللي دير عليه، بصح شغل زعما في الجزائر نقول انه عنده مستوى مقبول. لو كان الجزائر تمد يد المعاونه لهذا المشروع وهذه المشاريع في هذا المجال سوف نلتحق بتقدم ملحوظ جدا. وهذاك باش تخلص لي طاك سي ترو شير سي ترو شير. باغ كونتخ لو كان يديرو شغل كان يديرو مساعدة في الميدان، مساعدة وتكون يد العاملة أيضا سوف تساعد في حل الجميع من ماشي الجميع بصح معظم المشاكل سوف تحل. ما شاء الله ما شاء الله عليك.
هذا هو المهندسين تواعنا. واعد في مجال صناعة السفن في الجزائر، مواد محلية وسواعد جزائرية، إذ تشغل المؤسسة أزيد من 100 عامل، لكن هنالك بعض العراقيل تواجهها الشركة. لو دومين هذا يدوموندي بزاف تاع pour acheter la matière, les fournitures, tout ça, donc ça demande l'argent. هادي دو بوان هادوما سون كريتال فريمون يعني سي تري امبورطون هادوما بلا هادوما ما تقدريش ديري لا ريباراسيون ماشي. مشروع ينتظر الدعم لانه دعم من دعائم الاقتصاد الوطني. انا ندير نداء الى السلطات العليا للبلاد باش ينقذوا هذه الشركه وينقضوا هذا المشروع، لان المستقبل نتاع الجزائر راه في هذا الشركات، في هذه المبادرات. انا نطلب المسؤولين على اعلى مستوى ان يحطوا بثقلهم باش المبادرات من هذا النوع تلقى التجاوب. وننصح هاد العمال تاع الشركة هادي ما يفشلوش وما يديكوراجيوش ويبقاو واقفين على الشركة نتاعهم ويبقاو واقفين على المشروع ديالهم ويبقاو واقفين على الجزائر وما نخلوش لي سابوتور ولي هذوك الفكر الانهزامي، هذاك الفكر الانهزامي تاع حنا ما نقدروش وحنا ما اللي يشكوا في الانتاج الوطني ويشكوا في القدرات نتاع الجزائريين ما نخلوهمش ياثروا علينا وما نخلوهمش يتوغلوا في المنظومة الاقتصادية نتاعنا. إذا اكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.